معتقد هستیم نیروهای اشغالگر آمریکایی جز تشدید ناامنی در سوریه، جز حمایت از تروریست ها در ادلب، دستاورد دیگری را برای منطقه نداشتند و خروج فوری نیروهای نظامی و اشغالگر آمریکا از خاک سوریه را کمکی بزرگ به ثبات و امنیت این منطقه می‌دانیم. تحدثنا عن الدور المدمر الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها المباشر لأجزاء في الشمال الشرقي والشرقي من الجمهورية العربية السورية، ونقول للأمريكان الذين يرتكبون الجرائم بشكل يومي أن هذا لا يمكن أن يستمر، ونقول للكونغرس الأمريكي ولكل من يقف إلى جانب هذا العدوان الأمريكي الذي يصل إلى جريمة حرب وإلى جريمة ضد الإنسانية إلى أن شعب سوريا لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية.